يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المجيء في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، هل المجيء يشمل الملك بمعنى أن الواو عاطفة على لفظ ربك، أم أنه حال الملك عند نزول الرب كونهم صفا صفا؟ أعد السؤال. يقول هل المجيء في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل المجيء يشمل الملك بمعنى أن الواو عاطفة؟ جاء ربك والملك، يعني وجاء الملك صفوفا، وجاء الملك مصطفين مع الله جل وعلا، فالمجيء لله وللملك جميعا، والملك يكونون صفوفا. نعم.